والدك ما يمكش على طفل، وللاسف لان بابا ومامته زعلانين على الرغم ان ما كانش في حاجه تخوف خالص. احنا طلبنا نظاره فاستاءوا جدا ان احنا طلبنا نظاره، لان قالت لي يعني النظاره شكلها وحش. هي نظاره مش شكلها وحش، انا لابس نظاره وناس كتير لابسين نظارات ما فيش منها مشكله، لكن كانت المشكله الاكبر لما سالتني امتى هيخلص من النظاره. هو كان عنده حول بالمناسبه. لما بيكون النظاره بتصلح الحول ففي الحاله دي احتمال التخلص من النظاره نهائيا يمكن بعد فتره طويله جدا، اكتر من 5 7 10 سنين، ما نعرفش امتى لكن اكيد مش قريب. فلو النظاره بتصلح الحول يبقى فرصه ان انا اخلص من النظاره مش قبل 10 سنين مثلا تقريبا، لكن لو النظاره ما بتصلحش الحول في الحاله دي ممكن اعمل عمليه. فاذا النظاره التخلص منها مربوط بان انا لما ارفع النظاره الحول يروح، وده عاده ما بيحصلش في الوقت القريب، عاده بيحصل بعد 5 أو 10 سنين. شكرا جزيلا.